مرحبا وبيك يا عيش. لاباس عليك؟ عايشك لاباس. تعرفوا عليك؟ معز العياشي، مواطن بالخارج، مشيت من عام 80. سي معز، اليوم انت وشكون في هنا في تونس؟ روحت انت والعائله؟ كيفاش؟ انا مشيت وحدي، عايش وحدي، ورجعت للعائله بعد 45 سنه في تونس. بعد 45 سنه غربه زوجت في تونس؟ اي زوجت في تونس. مش قبل ما نتزوجوش في فرنسا، عندنا كان صاحبات. ما عادش فما عرسات. اليوم عندك قداش من عام زوج؟ عندي 10 سنين من تزوجت. توا معناها؟ توا. علاش انك اخترت، ما سامحني، انك كانت عندك صديقتك البرة لكن ما اخترتش انك تكون مستقر ومتزوج؟ امك ما تنجمش. مالجري معناها خيرت المشاكل في تونس وبلاد مش خير من اوروبا، اما تبقى بلادك على غالب. فما الغربة وفما برشا حوايج. وقت اللي في بالك، وقت اللي انتم تعيدوا احنا نخدموا راهو. ما نعيدوش، نخدموا راهم. دونك ما يستعرفوش بالاعياد الدينيه. دونك فما حوايج خير من الفلوس راهي. وكونت الحمد لله يزي. 45 عام فين عديتهم؟ كل في باريس؟ في باريس. قريت وخذيت الاوراق وما عرستش وخدمت. سنوات اللي مشيت فيها، مشيت تقرا لفرنسا ولا مشيت شنو؟ مشيت نقرا. مشيت خذيت الباك في تونس ومشيت نقرا. مشيت نقرا باك بلو 5. قريت فرنسا؟ جونيور. انجينير في الاعلاميه. وغادي فرنسا تخدم اختصاصك، معناش كيما مش كيما في تونس تنجم تتخرج وتقرا وما تمشي تخدم تبيع الفطاير. خير برشا السيستم معناها. اما عندهم مشاكل بتاع البطاله زاده. مشيت لباريس قريت معناها احنا نسميوها البروفانس خارج العاصمه اسمها البروفانس. ومن بعد مشيت لباريس، غاليه شويه كيما تونس العاصمه، سكن والكل، اما الخدم الحمد لله موجوده. قداش خدت الباك؟ عام 80. عام 80 خدت الباك من تونس. كنت مبرمج وقبلها باش تمشي لفرنسا تكمل قرايتك؟ لا برشا ما كنتش. جاتني فرصه مشيت بالفيزا زادا. من وقتها بالفيزا، فيزا ديتيود. من وقتها فما فيزا ديتيود. كيفاش تقول لي الفيزا ديتيود؟ سهل، تعمل انسكريبسيون ا ديستونس، تمشي للمركز الثقافي الفرنسي، تختار فاكولتي كيما توا الكمبيوتر اللي انت معناها قاعده تعمل في السيستم هذاك، هو ما تبدلش ما حد شيء. شو نقول لك انا؟ بعد 45 عام في الغربه عملت عائله. اخترتها وانت بعيد، اخترتها من تونس، كيفاش الحكايه؟ والله ما تعرف باش نراضيو والدينا وكل شيء وامي وكل، وديما وعندنا حاجه في تونس يقول لك قاعد في الغربة ما تزوجتش راك ماكش انسان باهي، يقول لك من مرأة لمرأة وكل واحد نص دينك وكل شيء. صارت لي شوية مشاكل هنا، العرس راهو مش سهل بكل العرس. مشاكل ما نجبدوش، ما زالت الأحوال الشخصية ما نجبدوش الواحد، أما الحمد لله. الشركة في الملكية أنت ولا حاجة؟ لا مش الملكية، في العداله في تونس مش كما في فرنسا. مع الراجل، مع المراه اكثر من الراجل؟ والله ما نحبش نقولها. ما فما في فرنسا ومثقف ما شاء الله ومتعلم. حبيت نحكيه المشاكل بتاع العرس، مشاكل كبيره في تونس. مشاكل كبيره على خاطر توها لاحظت الشباب الكل ما عادش باش يعرس. خلينا معاك انت بعد قداش من عام امك قالت لك تجي تاخذ تونسيه وجيت خديت تونسي؟ اختيار امك هي كانت؟ خديت وجبت صغير ولاباس عليا. اليوم ما شاء الله 10 سنين متفاهمين، عندكم لباس. بنيه لاباس الحمد لله، كل شيء لاباس، وما خسرت حتى شيء، وبطلت من خدمتي من فرنسا راهو، واخترت العائله. هذه زعما راهو الدنيا مش فلوس ومش ديما خدمه، العائله هي الكل. وروحت لبلادي وفرحان، ريت هنا في كل خطوه فما مشكله في تونس، فما برشا مشاكل في الاداره وكل شيء، اما ديما فرحان، خير من اللي في الغربه ما عندي حتى مشكله. خاطر زوجتك خيرت تستقر لنا؟ لا زوجتي خذيتها من هوني تونسيه. علاش قلت لي بعد ضحيت وجيت لهنا؟ قعدت فتره لهنا؟ لا ضحيت من فرنسا وخدمتي، خرجت عمري 50 سنه من الخدمه وجيت وتزوجت وخليت خدمتي وخليت داري وكل شيء وفرحان. انت تو مستقر لنا؟ مستقر لهنا، اما مازلت فرنساوي. مازلت فرنساوي تمشي بارفوا؟ تمشي عندي جنسيه فرنساويه. اما تمشي كل مره؟ نمشي. هل انتو زوجتك اختارت انكم تعيشوا لنا ولا انت خيرت؟
هي اختارت تسكن في تونس. محلاها تمشي لفرنسا. محلاها عايشك. شفت لا ما يهمهاش المظاهر هذه روح عليها في تونس بخدمتها شيف سيرفيس في وزاره الفلاحه وشجعتها باش تقعد وكل شيء والحمد لله كل شيء. على خاطر المراه اي ضحيت. زواج تقليدي ولا تقليدي؟ نعم حبيتها معناها من الاخر مادام قبلت انك حبيتها ومتهني وماكله تونسيه وكل شيء لاباس. ما ندمتش انك سلمت الخدمه في ما ندمتش واني راجع نرجع وقت اللي نحب نرجع. اللي عنده جنسيه فرنسيه يمشي اليوم في الصباح على خدمتك وعلى مهنتك مهندس كما في العالميه. انت مغروم بها ما زدت نخدمها في تونس عن بعد. اي نخدم اي ما زدت نخدم اي مش تخدم فيها في تونس اما عن بعد في فرنسا. عن بعد اي نخدم اي ما زلت الحمد لله. اليوم بنتك شنو الفرق باعتقادك لو كانت تربت لهنا في تونس ولا تربت في فرنسا؟ هي نهار اخر باش ترجع لفرنسا ان شاء الله، نهار اخر باش نقعد نكون فيها ونهار اخر تو ترجع لفرنسا. اما قرايه تونس ما شاء الله لاباس كل شيء لاباس، عندنا قرايه تنجح في فرنسا بالكدا بالكدا كما انا قريت. في تونس عندنا كي تخف على صغيرك يوصل حتى يوصل في المدرسه العموميه مش بالضروره. عندنا كل شيء السبيطارات القرايه لاباس. انا وقت اللي راه نسكن في ميتيل فيل وقت اللي راه ليبي مسكين كيفاش يجي الليبيه كيفاش يجي واحنا ما حناش حمد ربي بجنبنا بجنبي ثلاثه كلينيكات. انت تقول لي صحه صحه انا نفهمك انت ما ميسور الحال لكن التونسي يعاني في الصحه العموميه في تونس. تونسي باش يمشي يعدي لا اوكي تونسي باش يمشي فما خاطر تفرق نظرتك انت عندك نيفو معين تبقى بطبيعه من احسن ما فما عالمي اي ولكن احنا اليوم مشكله الصحه العموميه الاكتظاظ والتونسي شد الصف شد صف لسنين وحتى واحد ميليتير حتى وزير صحه ميليتير كلها تمشي الكلينيكا اي تو تتصلح فما شويه على غالب قلت لك الاداره فما شويه مشاكل يطولوها يحبوا على شويه فلوس وكل شيء على غالب تو تتصلح ان شاء الله تتصلح ان شاء الله. قلت لي كلمه بكري شوي قلت لي في تونس المشكله اكتشفتها انت بارامون في الاقامه تو عندك 10 سنين اكتشفت نمشي ونجي نمشي اكتشفت اللي المشكله كلها خطوه كل مشكله وكل ورقه باداره بتعطيلها تونس بكل هي مشاكل ونحبوها كل هي مشاكل كل هي في السيركولاسيون في المترو في الاداره حتى في الشارع لهنا حتى ما تلقاش حتى تروتوار باش تتعدى اما الحمد لله نحبوها لاباس. هاك ريت الجزائريين يجيونا الليبيا يجيونا البارح مشيت يعالجوا اي يعالجوا كل شيء لاباس الحمد لله زبله هاي وراكم زاد على غالب كل بلاصه للاسف للاسف تو تصلح هاي ست سنوات انضافت البلاد ومن بعد للاسف رجعت انضافت برشا على قبل انضافت انضافت برشا برشا وقت لي وتو ترجع البلديه وشوف فما حاجه باش نقولها لكم راهو اذا كانكم ماكمش فرحانين في تونس راهي الثوره تدوم راهي فرنسا 30 سنه تقتل في تذبح في العباد تدوم راهو احنا قداش عندنا تو 15 ثوره مازالت شويه هذيك الوسخ اللي تقول فيه انت فين تسكن في ميتيال فيل بلاصه نظيفه محلاه ميزتها لا ميزة اغلبيه البلايص في ميتيال فيل ميزتها نظافه اي فما نظيفه نظيفه من اعز البلايص شكرا بارك الله فيك.